سبعة أشواط لياتي ثامن الأشواط، مذكرين مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام بانطلاقة الفترة المسائية التي سوف تكون بمشيئة الله وتوفيقه في تمام الساعة الواحدة والنص من ظهيرة هذا اليوم، فكونوا مع الموعد ومع انطلاقة لقايا أصحاب السمو الشيوخ هنا في اندفاعات خامس أيام هذا المهرجان، مهرجان سيدي ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. الشوط الثامن خاص بالبكار، اللقاية 5 كيلومترات هي المسافة المقررة من اللجنة المنظمة لهذا السباق. نسير مباشرة إلى الصدارة إلى المركز الأول ومقدمة هذا الشوط لأجد هناك مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام شعاري هجن الشحانية يتقدم من خلال تواجدي غند. هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان عوض بن مبارك المهيري يتقدم ويقدم لنا العين في المركز الثاني. المركز الثالث هناك حربة هجن انتاج ام الزبار وزيد بن محسن بن علي بن انديلة يتقدم في عملية التضمير والتدريب، وصلت هذه اللحظات ايضا القادمة في هذه الانطلاقات ايضا العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان يتقدم هناك ايضا من خلال هذا التواجد ويتقدم في عملية التضمير والتدريب. هناك يمعة بن عتيج الرميثياتي في هذا الاندفاع المميز والمقدمة هنا على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت هملولة لهجن الرياسة هناك تتقدم من خلال أو هذه الشاهينية لهجن الرياسة القادمة في هذه اللحظات يتقدم في هذا الأداء المتميز والرائع. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام يأتي شعار هجن الرياسة ومع المجاز محمد نتيج من زيتون المهيري يقدم لنا الشاهينية، خذت المركز الثالث والرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس هناك يأتي شعار هجن أيضا العاصفة وغياث الهلالي يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التميز الجميل والرائع. أيضا تأتي في المركز السادس أيضا هجن انتاج ام الزبار القادمة بكل قوة والقادمة بهذه الانطلاقة، خذت المركز السادس. إذن الوصول والدخول من هجن انتاج ام الزبار مع حربه يتقدم زيد بن محسن بن علي بن انديله وصل خذ المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع وصلت الشاهينيه لهجن الرياسه سعيد بن مظفر بن محمد العامري القادم مع هذه الانطلاقه وهملوله القادمه في اندفاعات. المركز الثامن لهجن الرياسه سلطان بن محمد الوهيبي، وصلت هجن الشحانيه الذهبي سالم بفاران المري يتقدم من خلال هذا التواجد. هبايب هبايب لهجن الشحانية، هبة الهبايب مع هجن الشحانية. أيضا القدوم من سحابة هجن انتاج ام الزبار حمد بن محمد بن علي الجرحى بهذه النتيجة. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول والمقدمة الأولى. هذه غند هجن الشحانية جار الله بن محمد وطالب بن عقيل يقدم لنا البرنس هذه الاندفاع وهذه الانطلاقة على المركز الأول، بينما هبايب في المركز الثاني. هجن الشحانية يتقدم الذهبي سالم بفاران المري، والمركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع وصلت العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان وعوض بن مبارك المهيري، دخول من أيضا الشاهينية غيرت إلى المركز الرابع لهجن العاصفة غياث الهلالي يقدم لنا الشاهينية، بينما هجن انتاج ام الزبار مع حربة يتقدم قدم زيد بن محسن بن انديلة ياتي مع حربة في هذه اللحظات، ولكن هنا سحابة لهجن انتاج ام الزبار حمد بن علي بن جرحب يصل في هذه اللحظات يقدم لنا سحابة في هذا الاندفاع، ولكن هناك ايضا القادمة في هذه اللحظات هملولة هجن الرياسة يتقدم سلطان بن محمد الوهيبي ويقدم لنا هملولة هجن انتاج ام الزبار القادمة في هذه الاندفاع والقادمة في هذا التميز الجميل والرائع. هنا من خلال
هذه الانطلاقه وصلت الشاهينيه لهجن الرئاسه محمد العتيق بن زيتون المهيري 1200 متر. بدانا نقترب من لوحه الاعلان، لوحه الكيلومتر الاخير، لوحه الكيلومتر المثير. عوده الى مقدمه الشوط، هناك غند لهجن الشحانيه، هناك هبايب لهجن الشحانيه، غند يضمرها جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، وايضا هبايب تضميرها مع الذهبي سالم فاران المري. وصلت ايضا هناك الشاهينيه لهجن الرئاسه، وفي تضميرها هناك يتقدم محمد عتيق بن زيتون المهيري. هجن العاصفه، هجن العاصفه قادمه، هجن العاصفه واصله ايضا تتقدم مع الشاهينيه، وبتقدم هذا الاسم شوف الوصول الله القادمه ايضا هناك معالي لهجن الشحانيه سالم بفاران المري، يصل مع معالي، يصل مع معالي، ولكن هجن العاصفه غيرت الصداره. هجن او هناك هجن الشحانيه مع هبايب، هبايب على المركز الاول، هبايب على الصداره، الذهبي، الذهبي يتقدم، سالم بفران المري يقدم لنا هبايب المركز الثاني، الوصول ايضا من هجن العاصفه مع ايضا الشاهينيه، الشاهينيه القدوم على المركز الثالث من حربه، هجن انتاج ام الزبار المركز الرابع سحابه، هجن انتاج ام الزبار المركز الخامس الشاهينيه، هجن الرئاسه ولكن عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى الصداره، هجن الشحانيه، هجن الشحانيه على المركز الاول على الصداره مع هبايب، تهانينا والناموس لهجن الشحانيه، تهانينا للذهبي سالم بفاران المري على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول مع خط النهايه، المركز الثاني شاهينيه هجن العاصفه، المركز الثالث هجن انتاج ام الزبار، رابعا الشاهينيه هجن الرئاسه، وخامسا ايضا هناك هجن الشحانيه، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار معالي من حلت خامسا. هكذا النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نأتي بالتوقيت الزمني ولحظات الإعادة في هذا الشوط، حيث فازت هبايب لهجن الشحانية سالم بفاران المري في التضمير 7 دقائق و31 ثانية وسبع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني الشاهينية هجن العاصفة 7 دقائق 32 ثانية جزءا واحدا من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا الغياث الهلالي. المركز الثالث كان الدخول من خلال 7 دقائق 33 ثانية 6 أجزاء من الثانية، هي من وصلت حربة هجن انتاج ام الزبار، تهانينا لزيد بن محسن بن انديلة على هذا الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم.